فعلا بيض الله وجهك يا عبد الله المطير. خلينا نشرح للمشاهدين القصة اللي صارت. طفلة أمها أصيبت في البيت، طاحت، تعبت، دقت على رقم الطوارئ، رد عليها عبد الله المطير. أنا سمعت المكالمة أكثر من مرة، شفت المشهد أكثر من مرة. يا أخي فنان، استوعب إن هذه طفلة، استوعب صح. إنها صغيرة. صح. تعامل مع الموقف بهدوء وبدون ما يربك حتى الطفلة. فين ماما؟ طيب طاحت، فهم عليها يعني حتى لهجة الطفلة، تعرف لهجة يعني مكسرة. عبد الله نموذج للشاب السعودي الشغوف المتقن لعمله. فعلا أخذ منها الكلام حبة حبة بهدوء. صح. سألها تعرفين ترسلين اللوكيشن بالواتساب، يعني مرة تعامل بدون ما يوترها، بدون ما يسوي لها، حتى لو تلاحظ ما قال لها مثلا أعطيني أحد كبير، أعطيني أحد، لا خلاص أنا أتعامل دارك الوضع. أيوة. شكرا عبد الله، هذا ديدن الشباب السعودي. جود، هذه أمانة طبعا في أعناق المسعفين، لكن اللي سواه عبد الله المطيري شيء يعني فيه احترافية عالية، شدني فيه التعاطف والإنسانية. وغير كذا يعني هذا الفعل زي هذه المواقف صراحة يحق لنا كلنا نفتخر، فالممارسين الصحيين كلهم جميعاً.